بسبب غياب الفكر السياسي والمشروع الحقيقي لأغلب المرشحين للانتخابات، يعتمد هؤلاء على استمالة مشاعر الجماهير عن طريق تبني خطاب الكراهية. هذا ما تداولته الندوة الحوارية التي عقدها المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك تحت عنوان الحملات الانتخابية وتأثيرها في إعادة إنتاج خطاب الكراهية، وانصبت على ضرورة التوعية بالالتزام بحيادية الحملات الانتخابية وعدم تكرار الخطابات المتطرفة في بلد يحاول أن يلملم جراحه. أن علينا أن نحذر من هذا الباب، وأن لا يكون ثمن المقعد الانتخابي هو دم يسال في الشارع، هو تأجيج لقضية الطائفية مرة أخرى. ما أن بدأت بعض الأحزاب حملاتها الانتخابية حتى خشيت مؤسسات المجتمع المدني من أن تعيد هذه الأحزاب مرة أخرى بث خطاباتها المشحونة والتحريض على الآخر، إذ وبحسب رصدها أنها تثير العنف والاحتقان الطائفي، مما يولد مخاوف من إعادة خلق تنظيم آخر على غرار تنظيم داعش. الأحزاب السياسية من الآن تمارس نوع من أنواع الدعاية الانتخابية. عندنا خشية باعتبارنا منظمة مجتمع مدني من جهة، وباعتبارنا مركز دراسات وأبحاث، عندنا خشية وخوف كبيرين من أنه يبدي خطاب الطائفي مما يحفز على العنف. كما سلطت الندوة الضوء على دور الإعلام في نبذ خطاب الكراهية عن طريق تأدية عمله بمهنية وحيادية دون أن يكون بوقا دعائيا لهذه الجهة أو تلك، وأهمية أن يأخذ الإعلامي دوره الحقيقي في توعية الجمهور وخلق رأي عام، ليس بالضرورة أن يكون مشابها مع الرأي الذي تتبنى مؤسسته الإعلامية. وسائل الإعلام بدل ما أن يعني تهدئ أو بدل ما تشتغل بشكل موضوعي، زادت وركست عادة إنتاج هذا الخطاب السياسي. قبل بدء الانتخابات في العراق وتجنبا لتكرار ما حدث في السنوات الماضية، يحاول المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك أن يوعي بضرورة التزام الحياد في الحملات الانتخابية القادمة وعدم إنتاج خطاب الكراهية مرة أخرى. من بغداد، لميس عبد الكريم، قناة رشيد الفضائية.